شفاء للمرضى وأن يكونوا في صحة جيدة، وأننا من بيت المقدس ومن رحاب المسجد الأقصى المبارك نحيي إخوتنا في تركيا، ونحيي على الأخص إخواننا الكرام في منبر الأقصى، هذه المؤسسة التي تحب الأقصى، هذه المؤسسة التي تتابع أحداث الأقصى، هذه المؤسسة التي ترعى شؤون المسلمين في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها وأن تكون إلى جانب المسلمين دائما، وبخاصة أيام الشدة بهذا المرض اللعين الذي انتشر في معظم أرجاء العالم. نأمل من إخواننا في تركيا الأشقاء الأعزاء أن يقفوا إلى جانب مؤسسة منبر الأقصى لما لها من أيادي بيضاء في عمل الخير وفي النخوة لمساعدة المحتاجين. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، وأن نكون في صحة وعافية، وأن نلقاكم في أقرب فرصة بعد زوال هذه الشدة وأن يزول هذا الكرب، ونسأل الله لكم الصحة والعافية.